بيقولوا إنه المرض حاجز لكل طموح، بس مع رافي ما فينا نكون أكيدين. الغدا جاهز مع رافي بشورت فيلم. تحب ساعدك بشي استاذ؟ جديدة؟ نعم هيدي طبعا جديدة. لا قصدي انت جديدة هون؟ صار لي جمعة بس. سوري بيجي معه كاسات؟ لا بس انا عندي نسخة، بتمرق بكرة؟ جاهز؟ ماما قرفت خلص ما بقى فيه قرفت ما بقى فيه خلص خلص ماما تقبرني. جهز حالك ماما. اسمي رافي كاسباريان، كاتب ومخرج فيلم الغدا جاهز. الغدا جاهز هو فيلم تخرجي 18 دقيقة هو وقته، مثلوه الممثلة رندا كعدي وباتريسيا نمور وإلي متري. عاونوني بهالفيلم تا كملت وتعملته. هيدا اللي بده يمرق بكرة، إله جمعة مع بجزدان. كنت بالجبل اليوم جيت. كنت بالمستشفى من يومين جيت. القصة بتدور حول شاب موسيقي بيتعرف على بنت تشتغل بمكتبة موسيقية وبتجمعهم علاقة حب اثنيناتهم، وهي بتعطيه أمل بالحياة لأنه بتضل حده طول فترة علاجه بالمستشفى. بحياتي ما شفت ربيع عم ياكل بهالشهية. لحظة انت وياه عشو عم تحكوا هلا؟ قررت اكتب عن قصة لانها هي بتخص كل انسان مريض فقد امله بالحياة. وقت يحضر هالفيلم يمكن بيعطيه نوع، يعني لو 1% امل بالحياة، لانه دايما لو ما في امل عندنا بالحياة ما فينا نعيش. امي ما تقولي 20% نسبة نجاح امي، 20% بس، في 80% امل امي اني موت. مين قال لك هالحكي يا امي؟ انا رحت عند الحكيم وسألته. انا كنت عنده هلا للحكيم، كنت عنده بالمستشفى من شوي، قالوا لي 80% موت امي 80%. ما بيطلع ليش 20% امي؟ ما بيطلع لي 20% امل امي؟ الاكيب كله عم يشتغل كتيم ورك. كان عندنا هدف واحد انه يطلع الفيلم باحلى صوره، وخاصة الممثلين لأنه كانوا معنا بروفيشنال، فجربنا نكون نحن عقد المستوى المطلوب تنكون بالموازاة لخبرتهم ومعرفتهم لأنه تنعطي أفضل معنا. حبيبي الغدا جاهز.